إذا شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز التفريق بين الأشياء والنية. النية هي أن يقول اللهم إني نويت أن أصلي في هذا اليوم. نعم. नियत के भने आफ्नो मनमा भन्नुस् कि मैले मैले अहिले यो नमाज पढ्न नियत गरेको छु اليوم الاول من شهر السابع 2018 यो दिन जुन छ नि दिनको यानी मनमा त्यो दिनको नियत राखेर कि यो दिनको नमाज यो बेलाको नमाज भनेर नियत गर्नु मुसल्लियन صلاه العصر जुन नमाज त्यसको पनि नियत गर्नु توقيت نيبال الساعة الرابعة وخمسة عشر دقيقة يعني نيبال كنت تايم سيت تايم كوبين يرجع لك نيبال كنت تايم كويس على عمري ما بيصير في مدينة يعني بالبا كن 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 يعني شهر ما عملي بردش كن قام بردش تقبل من ما مصلي أربع ركعات أصل كنا بردش تخلي هل يصح هذا؟ لا يصح النية محلها القلب نعم النية محلها القلب يسلي عمرو شيخ اللي بنو بيتي يستو كسر النية كرتها مني مغلي ما يجي برد يسوي يو ثام برد يسوي يو يو تايم برد يسوي يسكو بساري برد يسوي نيرة يو نية سوي وين كنا من النية كو إستان كيو متو يرد ما نسيب والتلفظ بها بدعة مغلي بنو يبدع سنة توين الذي يتلفظ يقول اللهم نويت أن أصلي هذا بدعة ضلال جل ما نسيب يو كتاب الله كسر كي الله من نويت أصلي كذا كذا يو بدعة سنة توين سامي سلام بكل ولا بد من استقبال القبلة استقبال الكعبة استقبال مكة يستقبل الكعبة في الفريضة وفي النافلة وفي الحضر وفي السفر قبلة طرفة يوسفين وعلى مزوري سجولة فهونو فرجة ونفيلة وسنة يترى ما هو إلا النافلة في السفر يصح أن يصلي حيث توجهت به الدابة أو الراحلة أو القطار أو السيارة أو الطائرة तर यदि कोही यात्रामा छ र ऊ आफ्नो गाडीमा जो गइरहेको छ त्यति बेला उसले यदि काबा बाहेक अरू तर्फबाट पनि यदि नमाज पढ्यो भने मुकर र पुष्करमा सही हुन्छ नाफिला मात्र हो फर्जमा जरुरी छ कि उसले आफ्नो अनुहार अल्लाह यकिन किबला र मक्कातर्फ गर्छ ولابد من إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء عن البدن والمكان اللي يصلي فيه والثوب त्यसरी गरी नि नापाकी जसले भन्छ हामीले नजासत जसले भन्छ त्यो तीन तीन यानि तीन चिजबाट हटाउन जरुरी छ कपडाबाट पनि ठाउँबाट पनि र आफ्नो जिउबाट पनि نعم فلو صلوا على بدن نجاسة أو على ثوب نجاسة أو في مكان نجس عالما بوجود النجاسة قادرا على إزالتها فالصلاة باطلة यदि कसैले थाहा छ कि उसको जिउमा अथवा उसको कपडामा अथवा उसले पढेको ठाउँमा नजासत छ नापाकी छ त्यो पनि एउटा नमाज पढ्छ उसको नमाज स्वीकार हुँदैन बाध्य हुन्छ ولابد من رفع الحدث الأكبر والأصغر فلو مثلا خرج منه ريح ولم يتوضأ فصلاته باطلة त्यसरी नै जसले हदस अकबर भन्छ अथवा हदस असगर भन्छ त्यसले पनि जाहिर गर्नु अथवा यानि खतम गर्न जरुरी छ जस्तो कि कसैको हावा निस्किन्छ त्यसले जरुरी छ कि वजु गर्नुहोस् أو مثلا خرج منه المني ولم يغتسل فصلاته باطلة. أتوقع سيكو بيدي يعني سكنسا بس ليه بني ضرورة سكي تلي بسول بروس يدي تلي بسول بردينا تسكنا ما باطل نجي ولابد من دخول الوقت فلا يصح أن يصلي قبل الوقت وكذلك لا يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها त्यसरी नै नमाज पढ्नलाई नमाज पढ्नलाई जरुरी छ कि जुन नमाज जुन बेला छ त्यही बेला पढ्ने त्यो बेलाभन्दा पहिला छ त्यो बेलाभन्दा पछि पढ्ने पढ्यो भने नमाज स्वीकार्य हुँदैन ولابد من ستر العورة أو أخذ كامل الزينة في الصلاة त्यसरी नै शरमगाहरू छुपाउन यानि लुकाउन जरुरी छ कपडाबाट अनि पुरै लुगा लाउन पनि जरुरी छ الإسلام पहिला शब्द के हो इस्लाम والعقل दोस्रो अकल भने والتمييز تمييز تسرو والنية نية چوتھو وستر العورة شرمگاہ پونو پانچو ودخول الوقت چھٹو کے ونے بلا یعنی نماز کے بلا داخل استقبال القبلة ساتو کے ونے قبلہ اور مکہ طرف اپنا نال ازالۃ النجاسة نجاسة نا باقی دور کرنا رفع الحدث رفع الحدث حدث یعنی تینا باقی استیو رفض سانو رو چولو حدث ہنچو تینا باقی حدث اکبر حدث اصغر تیو پنی زائل کرنو سکتے ہو انی سکتا ہونا اپنا جیو بڑا را آفو بڑا نعم كذلك الآن عندنا مبطلات الصلاة مبطلات الصلاة نعم كي قرآن رسول جسلي نماز باطل جسل كاري ہوئي
مبطلات الصلاة. أولا لابد أن نعرف أن الحركات في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام. حركة محرمة. यस्तो हरकत जुन कि जसले गर्न हराम छ. وحركة مكروهة. यस्तो हरकतहरू जसको हुकुम के छ मकरूह. وحركة مباحة. यस्तो हरकत जसले गर्न सकिन्छ मुबाह भन्छ. وحركة مستحبة. यस्तो हरकतहरू जसले गर्न मान्छेले सवाब पाउँछ. وحركة واجبة. यस्तो हरकतहरू जसले गर्न अनिवार्य छ. الحركة المحرمة. अनि मनाही गरेको अथवा रोक लगाएको हरकतहरू के हो. يأكل يشرب في الصلاة. यस्तो नमाजको बेला कसैले पानी खान्छ खाना खान्छ. يضحك. अथवा जोरले हाँस्छु. يكثر من الحركات حتى تظن انه غير مصلي. धेरै उसले यताउता हरकत गर्छ अनि जस्तो कि नमाजै पढेको छैन नमाज बाहिर बस्नु. نعم. الثاني حركة مكروهة. जसले حركة مكروهة जसले भन्छ अनि जुन हरकत गर्नु मकरूह छ त्यो के हो. هي الالتفات اليسير في الصلاة هذا مكروه اما كثير محرم. जस्तो कि अलिकति यस्तो अरू ठाउँमा मुतवज्जे हुनु यो मकरूह छ. यदि कसै कोही धेरै मुतवज्जे हुन्छ त्यो हराम हुनु. الحركة الثالثة الحركة المباحة هي الحركة التي تكون لحاجة. مثال الآن هذا هو يصلي سقطت النقود من جيبه فوضعها بأدنى حركة خاف عليها من السرقة يصح. أو سقطت النظارة وخاف عليها تكسر رفعها يصح حركة مباحة. तेस्रो किसिम जसले हरकत मुबाह भन्छ त्यो मान्छेले जरुरत बमोजिम गर्छ. जस्तो कि कसैको चस्मा खस्यो कसैको पैसा खस्यो त्यो उठाएर राख्छ अलिकति मात्र. यो हरकत मुबाह हो अनि मान्छेले आफ्नो हाजत र आफ्नो त्यो बमोजिम गर्छ जस्तो जे जरुरत छ. الحركة المستحبة هي الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة كسد الفرج. हरकत मुस्तहब जसले भन्छ अनि जसले गर्दा मान्छेले सवाब हुन्छ त्यो हरकत हो जसले गरेर मान्छेले आफ्नो नमाजलाई परिपूर्ण बनाउँछ. जस्तो कि नमाज पढ्दाखेरि सफहरू बिच त्यो खाली ठाउँ हुन्छ त्यसले पुरा गर्नु. الخامس حركة واجبة إن لم يتحرك بطلت الصلاة يتوقف على هذه الحركة صحة الصلاة. पाँचौ किसिम जसले अनिवार्य हरकत यानि हरकत वाजिब भन्छ र त्यो गरेर भने नमाज बातिल हुन्छ. مثال وهو يصلي وجد مثلا على غترة على طاقية نجاسة وجب عليها ان يزيل هذه الطاقيه والا بطلت الصلاه. जस्तो कि यदि कसै नमाज पढ्दछ नमाज पढ्न बेला उसले थाहा भएको उसको टोपीमाथि कुनै नजासा छ नापाकी छ र त्यति बेला अनिवार्य छ कि उसले त्यो टोपी आफ्नो त्यहाँ टाउकोबाट निकालेर फ्याल दियोस्. यदि फ्याल्दैन भने उसको नमाज बातिल हुन्छ. الان نذكر مبطلات الصلاه. अहिले हामी مبطلات الصلاهको बारेमा बहस गर्दैछौँ. الاول الكلام العام مع العلم والذكر يعني تكلم في الصلاة متعمدا ذاكرا عالما حرمة الكلام في الصلاة. जसले नमाज बिच पुरा गर्छ अरूसँग र त्यसले यो विश्वास राख्छ कि नमाज पुरा गर्न अनि रोक लगाइएको छ. यदि कसैले यसो गर्छ भने त्यसको नमाज के भने बातिल हो. فلو تكلم وهو ناسي او جاهل. यदि कसैले पुरा गर्छ तर उसले थाहा छैन कि यो मनाइ गरेको छ अथवा उसले बिर्सेर पुरा गर्छ. أو تكلم لمصلحة الصلاة مثلا الإمام أخطأ وهو نبه الإمام على هذا الخطأ فالصلاة صحيحة. أتاكوني مصلحة يعني كوني كده غرني كوني كرة عندي خلال دلني بولش جسلو كي الإمام لكي غلطي غريو كتي بلا بولش ما عندي كده دي بي كسلي نماز باطل دينا برو نماز صحيح. نعم. الثاني من مبطلات الصلاة الحركة الكثيرة المتوالية المتتابعة عرفا لغير حاجة يعني عرفا اعتراف تظن انه غير مصلي يعني وهو يصلي الان ينظر يفتح الجوال ثم ينظر في الارقام والاتصالات التي وردت عليه فهذا تنظر اليه تظن غير مصلي. هذه حركه كثيره متواليه عرفا لغير حاجه تبطل الصلاه. त्यसैगरी नमाज बातिल गर्ने दोस्रो किसिम हो दोस्रो उदाहरण हो जस्तो कि मान्छेले नमाज पढ्दाखेरि धेरै हरकत गरोस् बारम्बार ती हरकत गरोस्. यदि कसैले उसले देख्छ नमाज पढ्दा उसले के सोच्छ भने उसले नमाजै पढेको छैन. نعم. يسو قرر من قصر يوسط نماز باطل. الأكل والشرب. نماز ما خانو خانا كونا بني نماز باطل. الضحك. زور العسنة. الالتفات الكثير عن القبلة. نعم. بارا القبلة صليلا اتاو تا اخنا تاو بكرم. يعني هذه القبلة هو التفت هنا أو هنا أو هنا. جسد كي قبلة اتاو ترى اسلي نماز ما جاني بودي بارا بارا اتاو قصر فلي تاو بكرم بخاري قصر فلي تاو بكرم بخاري قصر فلي تاو بكرم. انكشاف العورة.
وبالأمس قلنا لكم خاصة من يصلي في البنطال إذا ركع أو سجد انكشفت العورة الصلاة باطل. شيل منو ما كده سلب بنت لقال نواز برشلا و بنت تيشرت لقال نواز برشلا كده بساري كبار بلوش شرم قال يدي يستوى بني تستوى نواز باطل. انتقاض الطهارة يعني لو خرج منه ريح انتقض الطهارة لا يستطيع أن يكمل الصلاة الصلاة باطل. لكن لو شك هل خرج منه ريح أو لا لا يترك الصلاة أبدا. أركان الصلاة القيام مع القدرة لابد من القيام في الصلاة لابد أن يصلي قائما في صلاة الفريضة. فرض نماذج ما أنت بتريد يصلي كشنتة ولا إذا بريش أنا بريش هكى وبر نماذج بس. أما إذا كان عاجز عن القيام بالكلية لا يستطيع القيام سقط عنه القيام أو يستطيع القيام لكن يأتيه ألم حتى لا يخشع في صلاته أيضا هذا يصلي جالسا. यदि कसैले उभिन गाह्रो छ कसै बिमार छ त्यसले यदि नौ बेर बसेर पढ्न नमाज पढ्यो भने त्यसको नमाज सही हुन्छ.